في شريعتنا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شرعت صلاة الاستسقاء. ليس عندنا الضرب بالعصا، إنما عندنا صلاة الاستسقاء. فإذا عطشنا أو قلت المياه شرع لنا أن نصلي صلاة الاستسقاء، وفيها خطبة أيضا. وأيضا قد يجوز الاستسقاء بالدعاء فقط، وأنت على المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان على منبره صلوات الله وسلامه عليه، فدخل رجل من الأعراب أو من البادية، قال: يا رسول الله، جاء ليال وتلفت الزروع وهلكت الماشية، فادعو الله أن يسقينا يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قائلا: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، حتى رؤي بياض إبطيه. واستمرت، وما في السماء من قزعة، يعني ما في السماء قطعة سحاب. فبمجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت السحب منها هنا وها هنا، واستمرت الأمطار جمعة كاملة، حتى جاء رجل يقول، قيل إنه الأول وقيل قول آخر: يا رسول الله، من كثرة الأمطار تهدمت البيوت وقطعت الطرق وتلفت الزروع، تلفت الأشياء من كثرة الأمطار، فادعو الله أن يصرفها عنا. فرفع النبي يديه إلى السماء قائلا: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب ورؤوس الجبال والآكام. فتفرقت السحب في الحال وابتعدت عن المدينة. فقد يكون في الماء ضرر وقد يكون في الماء نفع، كما هو معلوم. أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، ولو لم يكن بقدر واستمر هطوله دمرت وكان عذابا. فقد أرسل الله الطوفان على قوم نوح، وأرسل الطوفان على قوم فرعون كعذاب والعياذ بالله. فمن حكمة الله ومن قدرة الله سبحانه وتعالى أن الماء نزل من السماء بقدر، لا يستمر نزوله ولا ينقطع تماما. انقطع تماما مات الناس، إن استمر نزوله دمر الناس. فالحمد لله، ونحمد الله على أننا نعبد حكيما خبيرا عليما قديرا سبحانه وتعالى. هنا قال طبعا كما أسلفت، هناك صلاة تسمى صلاة الاستسقاء مستقلة ركعتان، وهناك أيضا دعاء للسقيا، والشخص على المنبر، أو دعاء عام حتى ولو لم يكن على المنبر. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم، واستسقى الصحابة من بعده. وفي الجاهلية كانوا يستسقون، يطلبون الماء من الله، حتى هم كفار. قال أبو طالب في لميته: يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، عليه الصلاة والسلام. فكان الاستسقاء شيئا معروفا عندهم، دعاء. إلى من نلجأ إذا كنا سنموت؟ سنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فجائز أن تكون له صلاة مستقلة، وجائز أن يكون دعاء مستقلا، وجائز أن يكون في خطبة الجمعة، وجائز أن يقنت به في الصلوات. وقد قال النبي: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، طوقا سحا. فدعا النبي بعدة أدعية في صلاة الاستسقاء صلوات الله وسلامه عليه. وبعد النبي أيضا يذكر أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فيدعو العباس رضي الله عنه للقوم.